أصدر الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قرارات جمهورية قضت بتعيين نائبا عاما للجمهورية ورئيسا لمجلس الشورى هذه القرارات اعتبرها المجلس الانتقالي الجنوبي حدية الجانب وتشكل خروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياض أحادية الجانب هكذا وصفت قرارات الرئيس هادي التي أفضت لعدد من التعيينات أهمها تعيين أحمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وأحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية كثيرون رأوا في قرارات الرئيس هادي اختراقا صارخا لاتفاق الرياض والتفافا على مخرجاته التوافقية بما يخدم شخصيات وأحزاب متنفذة كانت تسيطر على الشرعية في جميع قراراتها وسط سيل الانتقادات التي تلقتها اداره الرئيس هادي كان موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الاكثر حده والمندد الاول بالقرارات الاحاديه حيث قال في بيان له انه سيقدم على اتخاذ الخطوات المناسبه في حال عدم معالجه القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق داعيا رعاة الاتفاق الى استكمال عمليه التنفيذ بشكل يضمن التوافق السياسي. بيد أن الموقف القانوني كان الأشد وقعا فعبر نادي القضاة الجنوبيين في العاصمة عدن أرسل النادي رسالة واضحة مفادها أنه ليس من صلاحيات الرئيس هادي تعيين نائب عام للجمهورية دون تزكية من مجلس القضاء الأعلى وموافقته بندغر المحال إلى التحقيق من الرئيس هادي يعود من جديد لرئاسة مجلس الشورى بأمر الرئيس نفسه مما يكشف تخبطات صانع القرار التي أوقلت في الحكومة على نحو فج وعلى نهجها الأخير وضعت نفسها في موقف صعب أمام المملكة العربية السعودية الراعي الرسمي لاتفاق الرياض تعيينات الرئيس هادي الأخيرة قابلتها ردود فعل غاضبه واعادت للاذهان حجم الماسي التي تجرعتها العامه ابان فتره تولي بن دقر زمام الامور في العاصمه عدن